السعي ناس كتير بتتكلم عنه الايام دي، بس المشكلة عندنا مش في السعي نفسه قد الخوف من المجهول. الخوف ان اتعب على الفاضي وما لاقيش حاجة، الخوف من ان انا بعمله ده غلط، الخوف من ضياع فرص احسن. وعشان الحياة مش قصة خيالية نتيجتها دايما سعيدة، لبطلها اللي في الحالة دي انت، انا جاي احكي لك قصة عارفها كويس. والقصة دي حصلت مش قصة خرافية، وحتى مش قصة انسان خارق زي المشاهير اللي بتقرأ وبتسمع قصصه وتحسسك بالذنب انك مش قادر توصل للي هم وصلوا له. بالعكس، دي قصة سعي استمرت لعشر سنين لواحد منكم. في 2013 شاب عنده 20 سنة محسوب على الفاشلين اللي مفهومش رجع، مش عارف ينجح ويتخرج من معهد فني صحي، وكل اللي يمتلكه هو وقته ودماغه، مفيش فلوس، مش شايف مستقبل يتمناه، وشايف ان يستحق الوضع اللي هو فيه دوت، لان هو اخد قرارات غلط قبل كده كانت هي السبب في الحالة اللي هو فيها دلوقتي. وبعد فترة احباط مش قصيرة كانت بداية التغيير، بداية ادراك ان فعل اي شيء مهما كان ضئيل احسن من الاستسلام وعدم فعل شيء. وبعد بحث كتير وتفكير مش قليل كانت النتيجة ان هو شايف ان الحل الدراسة الجامعية في جامعة خاصة، وبالتحديد كلية علاج طبيعي، بهدف تطوير مستواه التعليمي ومكانته الاجتماعية بدل المعهد. بس ده خلق مشكلة جديدة وهي الفلوس، لحد لما جات له الفرصة ان هو يحل المشكلة دي باكتر حاجة كان شايفها سبب في تعاسته، وهي معهد فني صحي اللي بسببه بدأ يشتغل ويعمل قرش، صحيح مش كافي بس قدر يسند مع اهله ان هو يدفع مصاريف الكلية. الموضوع كخطة كان بسيط جدا، لكن التنفيذ ما كانش ببساطة الخطة، لان مش سهل انك انت تقضي يوم جامعي بيوصل احيانا ل 8 ساعات وبعدها تروح تشتغل شفتات بتوصل من 6 ل 8 ساعات لمدة 6 ايام في الاسبوع، ده غير المذاكرة لكلية طبية ومطلوب منه ان هو يعمل الكلام دوت لمدة 6 سنين متواصلين. مفيش حاجة كانت مصبرة في الطريق دوت غير انه مش لوحده فيه ومعه صاحبه، وكمان شايف ان هو مش بيدور في حلقة مفرغة، وشايف مستقبل احسن بيسعى ليه. واستمر الحال دوت لمدة سنة، وبالتحديد السنة الدراسية 2013-2014. يومه بيبدأ 7 الصبح وبيرجع بيته الساعة 1 بالليل، وساعات كان بيضطر يبات في الشغل ويطلع من الشغل مباشرة على الجامعة ويبدأ يومه من تاني. وبعد السنة ما انتهت النتائج كانت مذهلة، الشاب اللي كان فاشل بس من سنة واحدة كان طالع هو وصاحبه من الأوائل، ودي كانت مفاجأة حتى ليهم شخصيا. السنة الدراسية الجديدة جت بحلم جديد وتحدي أصعب. الحلم الجديد كان السفر لألمانيا ودراسة الطب هناك بدل استكمال دراسة علاج طبيعي في مصر، والفرق المغري بين الاتنين، لكن كان تحدي كبير من كل النواحي. أولاً الموضوع محتاج فلوس مش قليلة خالص، وهو فلوسه كلها رايحة على مصاريف الجامعة، وتاني حاجة انه محتاج ان هو يتعلم ألماني، وتالت حاجة انه ما كانش فيه اي وقت زيادة لأي حاجة ممكن تتعمل. وبعد كل دوت اصلا الموضوع مش مضمون، لان فيه سفارة وفيه فيزا وفيه قبول جامعي ممكن يجي بالرفض، بس رغم كده هو حط الموضوع في دماغه هو وصاحبه، وبدأوا الرحلة بالتأسيس ليها صح وبصبر مع استمرار جامعتهم في مصر، وبشبه معجزة من ربنا عشان يقدروا يوفقوا بين أوقات الشغل وكورسات الألماني وكمان دراستهم في الجامعة، مع جمع أكبر قدر من المعلومات عن الدراسة في ألمانيا من مصادرها وحضور مؤتمرات، وكمان زيارة أسبوعية للمكتب الثقافي الألماني علشان يسألوا الأسئلة اللي جمعوها على مدار الأسبوع. دراسة الألماني كانت ممتعة جدا بالنسبة له، بس كانت صعبة جدا خصوصا مع الشغل والجامعة. رغم كده وقت الكورس هو أكتر وقت كان بيلاقي فيه نفسه مبسوط بجد وناسي تعبه. السعي مستمر والهدف قدام عينه هو وصاحبه. وجه وقت التقديم للجامعات وتحضير الورق وانتظار نتيجة 9 شهور من تجميع المعلومات وكمان مذاكرة الألماني. وبعد شهر من الانتظار وصل الرد بالقبول في كورس اللغة الألمانية التمهيدي للدراسة الجامعية في ألمانيا. وهنا جاء وقت المواجهة اللي لابد منها، محتاج فلوس يحطها في البنك علشان يقدر يقدم على الفيزا ويسافر ألمانيا، بس مفيش فلوس وما عندوش أي فكرة ممكن يجيب الفلوس دي منين. وكان عارف في بداية الحلم دوت إن هو هيوصل للحيطة المسدودة دي، بس هو كمل وهو مش عارف هيعمل إيه وقتها، وساب ده على ربنا وعمل اللي يقدر عليه وبس. وفعلا بمعجزة ورا التانية قدر يجمع المبلغ كله
لحد آخر قرش كان متاح معاه، وقدم على السفارة وأخذ الفيزا في رمضان 2015، وسافر بالتحديد في يوم 22 يوليو من نفس السنة. بعد قلق استمر حوالي سنة من بداية الحلم، وشك كل اللي حواليه في اللي هو بيعمله. لما وصل ألمانيا لقى بلد غريبة وناس غير الناس، الانبهار راح بسرعة وبدأ الشغل على المرحلة الجديدة. أقول للناس تجربتي في أخدان الإقامة. على فكرة مبنى البلدية بتاع الإقامة هو اللي ورايا ده دلوقتي. فدلوقتي عايز أتكلم عن أنا عملت إيه في الإقامة. أنا جيت ألمانيا. ودلوقتي بقى مطلوب منه إنه يعتمد على نفسه بشكل كامل. وللأسف كان فاكر إنه كده خلاص اللي جاي أسهل بكتير، لكن طلع غلطان ومسؤولياته زادت. كورسات اللغة كانت مستواها أقل بكتير من المستوى اللي كان بيتعلم بيه في مصر. اللغة يعني بالنسبة لي التعامل مع ناس، أروح الشغل أتكلم مع الناس، أجيب رواية ولا كتاب أقراه، لكن اللي أنا أمسك جرامر، أمسك ورق بقى وكلمات وأحفظ، دي مش بتاعتي. مش عارف ده صح ولا غلط. الشغل ما بقاش رفاهية بل بقى ضرورة. الحاجات كتير كانت صعبة عليها، وكان لازم يوازن بين دراسة اللغة والشغل. هو المكان اللي انا ورايا ده مش باين قوي، المكان ده وقت انا يعني من سنتين، ده مبنى مباني الجامعة، من سنتين كنت حاطط الصورة بتاعته يعني على اللاب بتاعي، وبقول نفسي اجي في المكان ده بعد كده. في احلام بتتحقق، في حاجات بتتحقق. وبدأ يتعرف على أصحاب جديدة تشاركوا الغربة ويعيشوا أيامهم سوا مع بعض، أو يكونوا حتى بديل لأهله في الغربة. دلوقتي مين قاعد معايا بقى؟ بدري أهو. بطل يا عم. بص عبد الله بياكل بسكوت. دوت ليه؟ أنا بلعبش الدرجة. ودوت البدري. بدأت المشاكل تحصل لما تأخر إن هو يخلص اللغة ويدخل الجامعة. كمان عرف ان مجموع صعب يدخله طب، وساعتها بدأ يسأل نفسه هي فكرة السفر لألمانيا اصلا كانت صح في الاول ولا لا. والشك بدأ يحاصره هو وصاحبه اللي كان ماشي معاه طول الرحلة. فاكر الفترة عبدالله لما كنا في اللغة ومكناش عارفين ننجح، وانت يأست خالص وعايز ترجع مصر؟ الفكرة ان انا دخلت 11 امتحان، 10 امتحانات لغة هنا في ألمانيا، كل مره بخش باخد على عيني واطلع. طب وانت كنت شايف يعني شايف كانت ايه السبب؟ كان العيب فينا مثلا؟ ما اعرف، اسباب كتير. ديبريشن، بخش اتوتر، ما انا ما اعرفش اكتب حاجه، اخش احل كويس بس سوء حظ. تناوي فعلا ترجع؟ نيتك كانت حاضره انك ترجع؟ ايوه. وايه اللي منعك بقى ساعتها؟ انتوا فاضل لك شويه تضرب. لقيت حواليا شله كده ماسكني من رقبتي، تقريبا شريف مسك الباسبور وكان هيخفيه وحاجات زي كده. فانت شماش هتمتحن يعني؟ هتمتحن بالعافيه. ايوه، انت هو خلاص خد منك الباسبور، عيش حياتك انت بقى. هتنزل ازاي؟ وبعد 7 محاولات في امتحان اللغه لدخول الكليه، قدر في النهايه يجيب اللغه المطلوبه منه ويدخل الجامعة، لكنه دخل علاج طبيعي تاني علشان ما قدرش يدخل كلية الطب. الجامعة اللي دخل فيها علاج طبيعي كانت في مدينة تانية في أقصى شمال ألمانيا، وده كان بعد حوالي سنتين من سفره لألمانيا. الانتقال ليها كان معناه بحث عن سكن من جديد. الأوضة مش بطالة، بس أنا مش عاجبني السرير اللي فوق ده رخم. لازم أقف على الصندوق ده عشان أطلع فوق على السرير، وده هيستمر معايا لمدة 3 سنين، فتخيلوا بقى لازم أتعود على الموضوع ده جدا. أخيراً
خلصت النقل، كانت مهمة تقريبا شبه مستحيلة، اكتر مهمة او اكتر حاجة كنت اعملها في حياتي مجهدة. بقالي يومين بالظبط بنقل، كل يوم بقى رايح جاي طول النهار، واخر حاجة جبتها هو الكرسي اللي انا قاعد عليه دوت. عايز اقول حاجة بغض النظر على المرمطة اللي انا اتمرمطتها ديت، بس اكتشفت في نفسي حاجة انا مكنتش واخد بالي منها، ان هي ان انا ممكن اعتمد على نفسي، ممكن اعمل كل حاجة بنفسي، بس بشوية تخطيط كده، اكتب بورقة وقلم كده انا هعمل 1 2 3 وانا فيه. ده غير الشغل اللي كان مش موجود. طبعا الاجازه بالنسبه لنا كطلبه مصريين متبهدلين في المانيا مش للرفاهيه ولا للعب ولا للفسح، طبعا للشغل. فاحنا لحد دلوقتي علاقاتنا في لوبك وكده ما اتظبطتش قوي، وما لقيناش شغل او ما دورناش لسه على شغل في لوبك انا وعبد الله، فما لقيناش حل غير ان احنا نرجع لمدينتنا القديمه اللي هي بتبعد مثلا 600 كيلو ولا 500 كيلو، مش فاكر المسافه بالظبط قد ايه، وجينا هنا نشتغل تاني. فطول الفتره اللي فاتت او الاسبوعين اللي فاتوا كل اللي بعمله اني بروح الشغل بالليل وبرجع انام الصبح. حتى انا يومي خلاص كده كله اتشقلب، بقيت طول النهار نايم وطول الليل شغال. مش اي حاجه حتى في الكليه، وعلينا اساينمنتات وعلينا برزنتيشنات وبلاوي. الجانب السلبي بقى في الموضوع ان احنا مفيش اي راحه، انت بتطلع من حاجه تخش في حاجه. بس احنا كل ده بنتعب عشان احنا باصين للمستقبل. يعني لما انت تتعب كده وتتمرمط، انت بتبقى باصص انا بعد 5 سنين او بعد 6 سنين هكون فين وهكون عامل ايه. انا باصص للحاضر، ان انا بتمرمط فيه ومش شايف قدامي، وبسهر وبنام قليل وطالع عيني وطالع كفراني وعمال اشتغل وعمال ادرس ومش شايف قدامي. ده غير ان الدراسة في المانيا مكثفة بشكل كبير، بتخلي ان الواحد صعب جدا ان هو يخلص الجامعة في الوقت المحدد ليها وهو متفرغ، فما بالك لو كان بيشتغل. دراسة العلاج الطبيعي هنا مختلفة كتير 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 عن مصر. بينجزوا على حساب بقى مين؟ على حساب الطالب الغلبان اللي هو احنا، وخصوصا احنا كطلبة اجانب يعني مفرومين في النص كده. جاهز للاناتومي زي ما انتوا شايفين، لبسوني مريالة لان انا معيش البالطو، نسيت اجيبه او هما ما قالوليش اصلا اللي احنا محتاجين نجيبه. شكله مرهق. انا برضو مرهق. انا شكلي مرهق اكتر عشان 3 ساعات محاضرة كتير. مدينا بريك، بيكرمنا مدينا 10 دقايق بريك. خليني الاول اشارك معاكم حاجة لسه وصلالي من مصر. مصر يا جماعة، اي حاجة بتيجي من مصر انا ببقى ايه متشوق اللي انا اشوفها حتى وانا عارف ايه اللي فيها. عرف بعد كده ان في مشاكل في ورق الجيش بتاعه بتاع تأجيل الدراسة، وانه مش هيقدر ينزل مصر يشوف اهله خالص الا لما يتخرج من الجامعة او يتم 30 سنة على الاقل. انا والله طالب علاج طبيعي، يعني في ناس كتير بتكلمني وبتقولي انك مهندس وبتاع، حتى نزلت بوست من كام يوم بقول النقطة دي. بعد ما قضى حوالي سنة ونص في الجامعة قرر ان هو يغير طريقه بشكل جذري. الموضوع هو ما فيه ان انا سبت علاج طبيعي، وكل اللي كانوا حواليه يا كانوا مستغربين او معارضين للي هو عمله، خصوصا ان دي اول مرة طريقه ينفصل عن صاحبه اللي كان معاه من بداية المشوار. عارف هتعمل ايه من غيري؟ مش عارف صدقني. في 2019 قرر ان هو ياخد خطوه جريئه ويتجوز. التحدي كان ان هو يقدر يتجوز ويفتح بيت وهو لسه مغير مجال دراسته، وكمان مستقبله مش واضح. هو اخيرا جبت بيت، نوراي فرحانه، بصوا فرحانه. وقدامه لسه وقت مش قليل خالص عبال ما يتخرج، ده غير اصلا ان دخله ضعيف لانه بيشتغل شغل طلبه. فكان شغل الطلبه التقليدي مش حل خالص، وكان لازم يطور نفسه في مجال البرمجه عشان يقدر يشتغل في مجال دراسته قبل ما يتخرج.
اهلا بكم في اول فلوج من فلوجات الشغل من البيت. دلوقتي 12 وفضل لي ساعة واخلص، لان انا صحيح ما قلت لكمش انا بشتغل من الساعة 8 للساعة 1 الظهر، اللي هو كام ساعة كده، 5 ساعات على مدار 4 ايام في الاسبوع، في 20 ساعة اللي هو البارت تايم اللي انا بشتغله. انا لسه طالب وما ينفعش اشتغل فول تايم. في 2022 ربنا رزقه بابنه الاول زين. النهارده فاضل يومين، مش فاضل يومين، يومين ايه، انا مسطول. فاضل يوم واحد اللي هو النهارده، وبكره عندي المناقشه بتاعت مشروع التخرج. انا شغال على البرزنتيشن نفسه، بس يعني هو الحمد لله خلص، بس الموضوع يخوف، لان انا هقعد ساعه كامله اقعد اتكلم مع الدكاتره او اعمل لهم برزنتيشن، اقول لهم اللي انا عملته طول فترة الثمان تسع شهور اللي فاتوا. سنة 2023 كانت السنة اللي بدأ فيها يشوف مجهود السنين اللي فاتت لما اتخرج. لسه مخلص المناقشة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، طحنت طبعا، جبت اخري في الاسئلة وساعة بقى كاملة مناقشة وبتاع، بس الحمد لله الدكاترة نجحوني، مش قادر اخد نفسي من كتر ما انا فرحت، بس الحمد لله اخيرا اخيرا قدرت اتخرج وحقق اللي انا عايزه، الحمد لله الحمد لله. وجا الوقت اللي يزور فيه مصر بعد ما خلص مهمته في المانيا. Streets trying to turn back the clock to the days of old, back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song. As it stood like a quiet dream, the shadows of that time are cast beneath the streetlight beam. دي نتيجة السعي لمدة 10 سنين من إنسان عادي زي أي إنسان في الدنيا، بس قدر يبني حياة يقدر يكون سعيد فيها، مع بداية متواضعة جدا ويقين من ربنا إنه مش هيضيع تعب إنسان بيجتهد وبيحاول يكون أحسن نسخة ممكنة. قصة اتحكت في دقايق اتكتبت في سنين.
بس كده، ده الفيديو بتاع النهاردة، تقريبا اكتر فيديو تعبت فيه من ساعة ما عملت القناة، بس اتمنى ان هو يستاهل يعني ويعجبكم. المهم الفيديو دوت ما كانش هيتم من غير السبونسر بتاع فيديو النهاردة، فحابب بس اشكر السبونسر بتاع الفيديو بتاع النهاردة، شركة اكسباتريو، لان هم بيدعموني جدا ان انا اقدر اكمل في القناة واعمل مشاريع كبيرة زي الفيديو دوت. اللي ما يعرفش بقى منكم شركة اكسباتريو، فهي شركة بتساعد الطلبة ان هم يعملوا الحساب البنكي المغلق ويجهزوا نفسهم علشان يدخلوا المانيا ويبدأوا يدرسوا. وانتوا شفتوا في الفيديو ان قد ايه انا تعبت عشان اجيب الفلوس بتاعت الحساب البنكي. فلازم تحط فلوسك في حتة موثوقة علشان تقدر تتأكد ان هي فعلا هتوصل ومحدش يسرقك او يحصل فيها مشاكل. ومن هنا بيجي دور شركة اكسباتريو. والعملية بتاعت انك انت تعمل الحساب المغلق عن طريقهم بتتعمل في خطوات بسيطة جدا، بتاخدش منك 5 دقايق، وساعتها بتبقى فتحت حساب بنكي مغلق عندهم. كمان شركة اكسباتريو عندهم حاجة اسمها الفاليو باكج، اللي هي بقى ايه، بتاخد لك كل الحاجات اللي انت محتاجة، بتاخد لك البلوكت اكاونت، بتعمل لك الهيلث انشورنس اللي انت لازم تعمله علشان تدخل المانيا بيه، بتعمل لك كمان مساعدة انك انت تلاقي سكن، بتساعدك في كل حاجة. فلو انت ناوي بقى تدرس في المانيا، الفاليو باكج هتبقى مفيدة جدا ليك، فانصحك تعملها. بس كده، ده فيديو النهاردة، واشوفكم ان شاء الله قريب. سلام.